مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل العطاء واللقاء من ارضيه ميدان الوذبه عاصمه الميادين لسباقات الهجن. ينطلق شوطنا الحادي والعشرون، هذا الشوط الذي خصص للابكار اللقايا المهجنات الاصايل. نذهب مباشره لنتعرف على الصداره ونجد من تاتي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول بهذا التقدم والانطلاق. من تاتي ربشه سالم بن احمد بالحوته العامري من يقدم لنا هذا الاسم مع المقدمه والصداره. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تنطلق في هذه اللحظات رندا سعيد بن منانه بن غدير الكتبي. انتقل مباشره بدوري مع المركز الثالث لنجد الشاهينيه علي بن سليم بن حمود بن سليم الدرعي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز تتقدم في هذه اللحظات وتاتينا مشاهدينا الكرام وزن احمد بن علي بن عيسى الكتبي من يقدم لنا وزن مع المركز الخامس. نشوف اللي غيرت من المركز الرابع الى المركز الثالث وعينها لناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز وبهذا الانطلاق الجميلة بهذا التقدم الممتازة. مشاهدينا الكرام نشوف اللي قادمة في هذه اللحظات. أرى اللي هي براقة الدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري مع المركز الثالث. رابع المراكز الشاهينية علي بن سليم بن حمودة بن سليم الدرعي مع المركز الرابع. خامس المراكز وزن أحمد بن علي بن عيسى الكتبي. وفي سادس المراكز هنا الفاتنة بارك بن سعيد بن دريبي برميدان العفاري من يقدم لنا الفاتن مع المركز السادس. نشوف اللي في المركز السابع لنجد سما ناصر بن مبارك بن قران المنصوري من يقدم هذا الاسم والوصول والقدوم هناك. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تاتي مباشرة شقرة حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من يقدم هذا الاسم والوصول والقدوم من الجانب الآخر. أرى اللي هي مشاهدينا الكرام الظفرة مودة بن مقبل بن سيف إلي حافي من يقدم لنا الظفرة. ومن الجانب الآخر هناك من تاتي في هذه اللحظات شقرة حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. والقادمة الواصلة في هذه اللحظات مياسة سعيد بن هلال بن سعيد العفاري وانطلاق مباشر من فزعة عمار بن عبيد بن سالم بن سعيد الكعبي. هكذا النتيجة والنداء للمراكز الأولى المتقدمة. لنعود إلى مقدمة الشوط، لنعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة والبداية. ربشة مع الصدارة في مقدمة هذا الشوط. ربشة سالم بن أحمد بالحوتة العامري من يقدم لنا ربشة مع المركز الأول. ثاني المراكز براقة مع المركز الثاني. تعود الملكية الدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني. ثالث المراكز رندا سعيد بن منانه بن غدير الكتبي. المركز الرابع الفاتنه مع المركز الرابع. تعود الملكيه مبارك بن سعيد بن دريبي برميدان العفاري غيرت في هذه اللحظات الفاتنه وفتنت مع المركز الثاني. تغير مباشره الوصول ايضا وهناك مياس سعيد بن هلال بن سعيد العفاري مع المركز الخامس. سادس المراكز من تاتي الظفره محمود بن مقبل اليحافي من يقدم ابو عبد الله هذا الشعار وهذه الانطلاقه الى الظفره مع المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع القادمه الواصله في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام تنطلق مباشره وتاتينا بهذا التقدم الممتاز الهائله. سالم بن راشد بن مبارك الكتبي وصلت الاسماء وصلت الشعارات شاهنيه علي بن سليم بن حمود بن سليم الدرعي. ومن الجانب الآخر هناك اللي هي تتقدم فزعة عمار بن عبيد بن سالم بن سعيد الكعبي. والقدوم أيضا هناك من تنطلق في هذه اللحظات وتاتينا مشاهدين الكرام اللي هي زاخر محمد الحزمي بن قناص العامري من قدم لنا الراسية يقدم لنا زاخر في هذا الشوط. هكذا النتيجة وين الموقع عن سألتم؟ دخلنا الأجواء والغلاف القوي للكيلومتر الأخير. شوط مشاهدينا الكرام لا يقل له أهمية، شوط الإنتاج والمنتجين
الناموس إلى وين؟ الفوز والانتصار والإبداع بالفعل مع الصدارة، مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ربشة ما سلمت الصدارة منذ انطلاق الشوط وهي مسيطرة مع المقدمة. سالم بن أحمد بالحوته العامري يتقدم الجميع ويقدم هذا الانتاج. المركز الثاني ثاني المراكز من تاتي أخيرة، خيرة عود الملكية ومياسة سعيد بن هلال، ولكن الظفرة. ولكن مشاهدين الكرام حضر في هذه اللحظات، بدأ يتقدم محمد بالحزمي بن قناص العامري، قدم الراس في صباح هذا اليوم، يقدم لنا زاخر بالفعل والانتاج الفاخر. زاخر والانتاج الفاخر، هي مع الصدارة، هي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز مياسة سعيد بن هلال بن سعيد العفاري، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، الناموس معك يا بن قناص، هو المسيطر، هو الأقرب للفوز والإبداع والانتصار. محمد بالحزمي بن قناص العامري، سلام زاخر، سلام سلام الانتاج الفاخر، قدم الراس وقدم لنا زاخر. المركز الثاني منتت مشاهدين الكرام في ثاني المراكز مياسة سعيد بن هلال بن سعيد العفاري. المركز الثالث، ثالث المراكز غنايم عبيد بن محمد بن بعلي كتبي. والمركز الرابع هنا مشاهدين الكرام، المركز الرابع من وصلت ناصر محمد بن سعيد بن حمد الدرعي. والمركز الخامس هنا أتت في خامس المراكز ربشي سالم بن أحمد بن حمد العامري. 7 دقائق هنا 28 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا لمالكها زاخر محمد بن حزمي بن قناص العامري على هذا الفوز. ثاني المراكز قدمت تعب تشكر عليه ويشكر مالكها مياس سعيد بن هلال بن سعيد العفاري. قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام، التوقيت الزمني 7 دقائق. عطنا المركز الثاني المخرج العزيز 28 ثانية 6 من الأجزاء. ثالث المراكز نشوف اللي في المركز الثالث 7 دقائق 30 ثانية 3 من الأجزاء، اللي هي مشاهدين الكرام أتت في المركز الثالث غنايم بيد بن محمد بضبيع الكتيبي. تهانينا والناموس للجميع.